في أمستردام في جزيرة. تبعتها مباشرة مفاوضات إكس ليبيا الفرنسية في غشت 1955، واقتنع فرنسا أن المسار الذي يتشبث به السلطان والشعب المغربي هو الاستقلال. التي شكلت مرحلة فاصلة على ضرب تحقيق الاستقلال، كما جسدت عمق روابط الحب والتعلق بين ملك فضل المنفى على المساواة بوحدة الوطن وسيادة حية وشعب قدم تضحية جسيمة من أجل عودة ملكه الشرعي واسترجاع الحرية والكرامة. وبنفس روح التضحية والتضامن تم استكمال الوحدة الترابية واسترجاع بالأمانية للمملكة للمملكة العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء. وهكذا أبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقي لا يتغير بتغيير إدارات ولا يتأثر بالترفيات. كما نسلم الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا قصة هذا النزاع حقيقته. وقد أسست هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من المشاركة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بتطورات السياسة الداخلية. وإن الموقف البناء لمبادرة الحكم الذاتي لمجموعة من الدول الأوروبية من ألمانيا وهولندا والبرتغال وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان الصديقة. وبموازاة مع هذا الدعم قامت حوالي 30 دولة بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية تجسيدا للدعم الصريح لوحدة تراب المملكة ولمغربية الصحراء. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن نجدد عبارات التقدير لإخواننا الملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة وخاصة الأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر التي فتحت قنصليات بالعيون والدخل. كما نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن. ونود هنا أن نعبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40% من الدول الإفريقية تنتمي لخمس مجموعات جهوية لفتح قنصليات في العيون والدخل. وتشمل هذه الدينامية أيضا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها بفتح قنصليات في الصحراء المغربية. وقامت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي
يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات، وجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. لذا ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل. شابي عزيز، يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن مغرب الصحراء ووحدة الجبهة الداخلية والتبئة الشاملة لكل المغاربة أينما كانوا للتصدي لمناورات العداء. ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.